اليوم احكي لكم عن احد قصص الرحلات في فض النزاع في اقليم دارفور. ذهبت الى اقليم غرب دارفور منطقه الجنينه بالتعاون مع الهلال الاحمر القطري في برنامج لبناء السلام بعد النزاع. اهم ملاحظه من ملاحظات الرحله ان وجود عمل خيري، بناء مستشفيات، حفر ابار، عمل مؤسسات، من غير ما يكون معاه عمل لبناء السلام والمصالحه بين القبائل، هذا العمل ستكون نتائجه متواضعه واحيانا يفشل. في بعض المؤسسات هناك عملت مجمعات ضخمة جدا أنفقت عليها ملايين الدولارات، ولكن لم تعمل هذه المستشفيات لأن القبائل متنازعة، فأصبح وجود المستشفى أو عمل البئر في قبل وفي نزاع ما بين قبيلتين بيؤدي إلى يعني تفجر النزاع وليس حله. فإذا الدرس الأهم لنصيحة لكل عمل الخير والمؤسسة في العالم العربي خاصة في أماكن النزاع، لابد الاهتمام ببناء السلام بعد النزاع بالتوازي مع عمل المشاريع الخيرية التي تدعم أهل هذه المنطقة. وكفاية كده النهاردة أول درس من رحلة دارفور. شكرا.